درب التسامح تجربة لرحلة جديدة في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير ليواصل الجامع بث رسائل التسامح والتعايش ومد جسور التقارب والحوار بين شعوب العالم أجمع. كل زاوية من زوايا درب التسامح تروي قصصاً تنطوي فصولها حول مفاهيم التسامح والتعايش التي رسخها الوالد المؤسس طيب الله ثراه. في القسم الأول رؤية المؤسس نروي قصة بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، حيث أراد الوالد المؤسس لجامع الشيخ زايد الكبير أن يكون منارة للتسامح والتعايش والتواصل بين الحضارات ورمزاً للقيم الأصيلة التي رسخها في وجدان شعب الإمارات والتي باتت نهجاً تسير عليه القيادة الرشيدة. بدأت مرحلة البناء الفعلية في 5 نوفمبر 1996، وتظهر هنا مجموعة من الصور المختلفة لمراحل البناء التي مر بها الجامع والتي استغرق 11 عام، وتم افتتاح الجامع في عام 2007 في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وتجلت ملامح تلك الرؤية في جامع الشيخ زايد الكبير وتفاصيل عمارته التي خطط لها الوالد المؤسس لتبعث برسائل التسامح ولكي توحي بالقواسم المشتركة بين الشعوب والثقافات. في القسم الثاني نأخذكم في آفاق من الجمال والإبداع اللي نحكي لكم في مشاهد وصور مقربة تفاصيل لم تشاهدوها من قبل، تكشف عن التناغم أو التنوع في التصاميم المعمارية والانسجام بين العمارة الإسلامية، فضلاً عن استيعابه أنماطاً حديثة من الطرز المعمارية المعاصرة المختلفة التي اجتمعت في مكان واحد لتعكس تناغم الثقافات على اختلافها، الأمر الذي عكس ملامح التسامح في الجامع الكبير منذ بدايات تأسيسه حتى يومنا هذا. كل زاوية من زوايا الجامع يبث رسائل التسامح والتعايش والحوار بين الثقافات، حيث جاء تنوع الألوان والأشكال والتصاميم في العناصر الجمالية ليعكس هذه القيم السامية، ومنها الرخام الأبيض باعتباره رمزاً للنقاء والسلام، والتصاميم الزهرية التي تحمل في تنوعها رسالة الوحدة والتعايش بين شعوب العالم أجمع. في القسم الأخير من درب التسامح نستعرض قيمنا التي أرسى جذورها الوالد المؤسس طيب الله ثراه، مثل التسامح، التعايش، التطوع، التميز، التواصل والمسؤولية المجتمعية. قيم رئيسية نسعى لتحقيقها من خلال منظومة من المبادرات والأنشطة والفعاليات لفتح قنوات التواصل مع المجتمع المحلي والعالمي، بدءاً من الجولات الثقافية والزيارات رفيعة المستوى والخدمات ذات المعايير عالية الجودة والدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل، وصولاً إلى لقاء الأديان وغيرها من الأنشطة التي تبث رسالة التسامح. نسعد باستقبالكم في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير، ونتطلع للقائكم من مختلف ثقافات العالم. نرحب بكم من أرض التسامح ومن رحاب التسامح.